الاحتياجات. طيب هو محتاج لرعايه مناسبه عشان يتمكن الطفل ده من الانتماج في الاندماج في الحياه الطبيعيه ما لم تكن الحاجه الخاصه ذات اسباب عقليه او جسديه او سمعيه. في مفهوم اخر ذات الاحتياجات الخاصه هم اشخاص ضعاف، انا قلت عليهم انهم ضعاف مش عاجزين، بيحتاج كلهم الاخر لتحليل دقيق ومفصل عشان ينمو قدراته العقليه لديه بصوره منتظمه. طب ده بيتم ازاي؟ بيبقى لازم يتوفر فرص متكرره لتجريب المهارات والقدرات اللي بتكتسبها حديثا، بالاضافه الى فرص متكرره لمواجهه معضلات فوق متوسط قدراته بقدراته القليله.